المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند كل سيدة كل متتبعة وفية على القناة اللي هي أكيد أكيد دائما الهام شنال. لاغوسيت ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتخصيص البطن ولا الكرش، وعبارة عن علاج موضعي. يعني وصفة اليوم ما غتكونش مشروب، ما تكونش وصفه اللي غناكلوها، وانما غتكون عباره عن وصفه كريميه غادي نعملوها على منطقه البطن او الارداف او اي منطقه واحده اخرى بغينا نزولوا منها الوزن الزائد. وغادي نعملوها كما قلت لكم عباره عن علاج موضعي، وفي ظرف 5 ايام غنشاهدوا ان شاء الله النتيجه، يعني نتيجه سريعه ونتيجه فوريه. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى ترضيكم وتستافدوا منها. سواء كنتوا سيدات سواء كنتوا بنات، مرحبا بكم في القناه على الراس والعين. مرحبا حتى بالوصفات ديالكم، يعني الا حتى نتوما كانوا عندكم وصفات طبيعيه بخصوص التخسيس، بخصوص التخلص من الوزن الزائد في منطقه الكرش ولا اي منطقه واحده اخرى في الجسم، وكنتو حتى نتوما مجربين اي وصفه يعني لقيتوا عليها نتائج زوينه، فمرحبا بها في خانه التعليقات. ما عليكم الا تخليوا لنا الوصفه بكل التفاصيل ديالها، بكل المعلومات ديالها، يعني الطريقه ديال التحضير، الطريقه ديال الاستعمال، كيفاش غنستخدموها، شحال مره في الاسبوع، شحال غنبقاو مداومين عليها، يعني كل هالتفاصيل هادو انا اكيد الا عجبتني وجربتها ولقيت عليها نتائج زوينه غادي نجي نشاركها مع البنات هنا في القناه باش هكذا يستافدوا حتى هما وتعم الفائده للجميع. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، الطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستعمال ديالها. اكيد دونك اول مكون البنات غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه، سنحتاج الى كريم. اي كريم توفر عندنا في البيت ولا في المنزل كتشربوا لابو ديال الجسم بكل سهوله. انا هنا خديت هذا الكريم، هذا اللي هو كريم جليسوليد. ممكن تاخذوا اي كريم واحد اخر ماشي بالشرط هذا الكريم هذا، انا فقط هذا الكريم كتجيني فيه رائحه زوينه خصوصا فاش غنعملوه على منطقه البطن، يعني غير خليه ريحه زوينه او ميم طون او ميم طون، يعني غادي نعملوه كعلاج موضعي اللي غيزول لنا الوزن الزائد من منطقه الكرش او لا اي مناطق واحد اخرين. ممكن تاخذوا هذا الكريم كيف ما ممكن تاخذوا اي كريم توفر عندكم في المنزل، فقط بشرط انه يعني لابو ديال الجسم ديالكم تكون كتشربوه بكل سهوله. فانا غادي نستعمل هذا الكريم هذا ك يعني اول حاجه. بالنسبه لثاني مكون هو زيت الزيتون. الناس اللي تقول لي واش ممكن نعوضوا زيت الزيتون باي زيت واحد اخر، فاكيد ممكن، ما كاين حتى شي مشكل. وغادي نحتاجو السكينجبير ولا زنجبيل بودرة، اكيد هو كيبقى رقم واحد بخصوص التخسيس، سواء شربناه سواء كليناه في الوصفات الطبيعيه بخصوص يعني التخلص من الوزن الزائد، سواء عملناه كعلاج موضعي، يعني صراحه كيبقى رقم واحد. فهادو هما المكونات البنات، ساهلين ماهلين، واكيد غنحتاجو البلاستيك الغذائي ولا السلوفان. فهادو هما المكونات كما لاحظتوا معايا، يعني ما كاينه شي حاجه اللي هي واعره بزاف، فكل المكونات متوفرين وكل المكونات ساهلين ورخاص. دائما كنحاول الماكسيموم ديالي على حساب الجهد والطاقه انني نعمل لكم هكذا وصفات اللي يكونوا ساهلين وحتى نتوما تكونوا يعني بكل فرح وتعملوهم ان شاء الله. فباش ما نطولش عليكم اكثر نمشيو للطريقه ديال الوصفه والطريقه ديال الاستعمال اكيد. فبسم الله غناخذ واحد الاناء فارغ وغادي ناخذ هذا الكريم هذا اللي هو كريم جليسوليد، غناخذ منه واحد الكميه ديال ملعقه تقريبا. غادي ناخذ كميه من زيت الزيتون. بالنسبه للكريم جليسوليد باش كيعجبني صراحه ملي كتخلطيه مع اي مكون واحد اخر، يعني دغيا كيتخلط هانتوما كما كتلاحظوا في الفيديو، فيعني كيتشربوا لابو ديال الجسم دغيا، وحتى هو كيكون ساهل ماهل باش تعملوه في الوصفات الطبيعيه لانه التخلاط ديالو صراحه كيكون بسيط. الان ندوز نضيف سكينجبير. بالنسبه لهاد الوصفه البنات ممكن الاحتفاظ بها واحد العلبه اللي هي محكمه الاغلاق وتبقاو تستخدموها
كل ليلة قبل ما تنعسوا لمدة 5 أيام إلى ما فوق. غنحاول نزيد نضيف زيت الزيتون، ونزيد نضيف كمية سكينجبير، بالنسبة لهاد الوصفة خصني نحصل على قوام كريمي، ما يكونش قاسح بزاف وما يكونش سائل بزاف، يكون في المتوسط. وهاد الوصفه البنات فيها واحد الرائحه صراحه غزاله، كما كتعرفوا على كريم غليسوليد كيخلي واحد الرائحه زوينه بزاف، وايضا كتشربوا لابو ديال الجسم بكل سهوله، والثمن ديالو اكيد كيبقى جد مناسب. ممكن الا كان متوفر عندكم تاخذوه، كيف ما الا ما كانش يعني متوفر عندكم ممكن تاخذوا اي كريم واحد اخر. فالوصفه ها هي كيفاش كتصبح هانتوما. فبعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا، كنطبقوها على اي منطقه بغينا نزولوا منها الوزن الزائد، يعني منطقه الكرش، منطقه الارداف، من اي منطقه موجوده في الجسم بغينا نزولوا من هذاك الوزن الزائد، فكنطبقوا عليها هذه الوصفه هذه، وكنخليوها عليها واحد المده يعني ديال ساعه ولا ساعه، يعني بين ما عطات المفعول ولا تلقات المفعول ديالها في تلك المنطقه. واكيد كنعملوا السلوفان اولا البلاستيك الغذائي. بالنسبه لهذا البلاستيك الغذائي ضروري البنات، شنو الخدمه ديالو؟ فالخدمه ديالو فاش كنعملوا الوصفه على اي منطقه بغينا نزولوا منها الوزن الزائد وكنلفوه هو على تلك المنطقه، فكيساعدنا على انه تلك المنطقه تعرق مزيان، يعني خرج منها العرق، ولا خرج منها العرق هكذا غادي تفقد نسبه ديال الدهون. داكشي علاش كنقول لكم استخدموا البلاستيك الغذائي ولا السلوفان، الثمن ديالو حتى واجد مناسب ومزيان يعني بخصوص التخصيص. فمني تعملوا هذه الوصفه هذه على اي منطقه موجوده في الجسم وتزولوا منها الوزن الزائد، ما عليكم الا تلووا عليها السلوفان مزيان وتخليو يعني المنطقه فيها السلوفان واحد المده ديال الساعه ساعه ليله كامله. يعني صراحه الوقت دائما كيبقى اختياري على حسب كل سيده شنو بغات وشنو ما بغاتش. من بعد اكيد كنوصلوا المنطقه مزيان، وإلا بغيتوا تبقاو يعني تدهنوا المنطقه ديالكم مثلا الكرش باش ما ترهلش، باش ما يعني يبقاوش فيها خطوط حمراء ولا يعني خطوط بيضاء، فغادي ننصحكم بواحد الزيت اللي هو مفيد جدا وانا شخصيا كنستعمله، اللي هو زيت اللوز الحلو. هذا الزيت هذا البنات خطير 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 جدا بخصوص التخلص من الترهلات والتخلص ايضا من الخطوط الحمراء والبيضاء، لانه بزاف السيدات تشكوا لي من موضوع الخطوط البيضاء. ان شاء الله غنحاول ندير فيديو غير على الخطوط الحمراء والبيضاء ان شاء الله. فكما قلت لكم ملي تنتهيوا من هذه الوصفه هذه بخصوص يعني التخلص من الوزن الزائد، ما فيها باس نزيتوا المنطقه ديال البطن كما قلت لكم باش هكذا ما تعرضوش للخطوط البيضاء ولا الحمراء، ولا حتى الا كانوا فيكم تعالجوهم ان شاء الله. بالنسبه لهذا الزيت هذا زيت اللوز معروف عليه يعني التخلص من الخطوط البيضاء والحمراء، انا دائما كنستخدمه وكنلقى عليه نتائج زوينه، ونقراو بعض الفوائد ديال هذا الزيت هذا. زيت اللوز الحلو للتجميل غني بالفيتامينات او او، مرطب مغذي للبشره وللشعر ضد الهالات السوداء، كيفتح البشره وكيحميها من التجاعيد، واهم شيء انه مناسب لجميع انواع البشره. فاول زيت اللي هو زيت اللوز البنات كنصحكم به يعني بعض القطرات منه، ولا تخلطوه هو واحد زيت
بيت واحد اخر حتى هو معروف عليه التخلص من الخطوط البيضاء والحمراء اللي هو زيت جوز الهند او زيت الكوكو. حتى هذا الزيت هذا مفيد جدا. بعض المرات كنخلطهم بجوج يعني كنعمل ملعقه من زيت اللوز كنخليها يعني كنخلي زيت جوز الهند يعني الدوبلي في حمام مريم وكنخلطها مع زيت اللوز وهكذا كيتخلطوا بجوجهم وكيعطوا واحد المفعول غايه في الروعه البنات وحتى واحد الرائحه فنه. فقط جربوا هاد يعني النصيحه اللي عطيتكم وقولوا لي في الكومنتار كيفاش جاتكم ونقراو بعض الفوائد والاستعمالات التجميليه ديال زيت جوز الهند او زيت الكوكو. كيقوي الشعر الجاف كيلطف البشره كيمنعها من التيبس ممكن نستخدموه يعني كوقايه من الشمس ولا كحمايه من الشمس كيحمي من تشقق الشفتين وزيت الحمام والبرونزاج الذهبي وايضا مفيد بخصوص التخلص من الخطوط البيضاء والحمراء. اما تستخدموا زيت اللوز بعد القطرات ودهنوا الكرش ولا تخلطوا الا كانوا عندكم جوج ديال الزيوت تخلطوا ما بين زيت اللوز وزيت جوز الهند هكذا يصبح عندكم مزيج ولا خليط ما بين زيت اللوز وزيت جوز الهند وتبقاو ديما تمسيو به الكرش ديالكم مده ديال 5 ديال الدقائق. كونوا متاكدين انكم ان شاء الله ما تعرضوش للخطوط البيضاء والحمراء. في فيديوهات قادمه نعمل لكم ان شاء الله فيديو مفصل وفيديو كامل على هذا الموضوع هذا. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للسيدات اللي غايقولوا لي شحال مره نبقاو مداومين على هذه الوصفه فانا كنصح بها كما قلت لكم 5 ايام يوم ورا يوم يعني 5 الايام يوم ورا يوم حتى تخلصوا ان شاء الله من الوزن الزائد. ودائما نحاولوا نتقيدوا بشروط ديال الوصفه كما قلت لكم يوم ورا يوم ما نعملوهاش يوم ونغيبوا عليها 6 ايام فاكيد ما غتنجحش يوم ورا يوم لمده 5 ايام متتاليه وان شاء الله غتخلصوا من الوزن الزائد في اي منطقه عملتوا عليها هذا الكريم السحري. نتمنى يا ربي نال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه هذه. ما تنسوناش بالبيك لايك تشتركوا في القناه تضغطوا على زر الجرس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.